صباح النور البنات، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. او رابب يلا كنتي في دار فين مشيتي؟ المهم البنات، البارح في الليل جينا عند ماما، والبنات اللي كيسولوني فين بلاصه كنسكن. البنات، هاد البلاصه اللي كنسكن فيها انا في الرماني، بعيد على الرباط ب 80 كيلومتر، يعني في النواحي، غير مدينه صغيره ما معروفاش، ماشي عروبيه ولكن مدينه صغيره ما فيهاش بحال. مهم كيف ما تشوفوا، باقا والله الا باريزتي، باقا ما حليتهاش، لبست غير بيجامه ماما، نط ما لقيتهاش، ما عرفتش فين مشات. المهم انا نوريكم شنو حطيت نفطر، دازت داك القمح المهرس، دابا نصايبو لكم ان شاء الله. وبالي بلي عجبوكم البنات هاد الفيديوهات الاخرى، حيت بنادم بعد على الروتين، بعد على التمارين، وصافي قررت اني نبقى ندير لكم هاد الايام اللي عند ماما، تنرجعوا للروتين المهم الممل. المهم البنات، غادي تشاركوا معايا ان شاء الله هذا النهار كامل. حطيت داك القمح المهرس والزيتون اسود. المهم ماما ديما كتبقى تقول لي حطي باش تفطري زعما مزيان، ولكن انا راه ما كنقدرش نفطر. حطيت فريميجه ومسمن صافي وخبيز وبيض ديالتي، زعما هادشي كامل غنفطرو. انا تعجبني هذا الفطر به الصراحه، ونخليكم ان شاء الله ترجع معكم من بعد. السلام الغزالات ديالي، كي دايرين؟ المهم انا رجعت ليكم البنات، سمحوا لي ما صورتش لكم الغداء، حيت غدا عادي، درنا غير الطاجين، حيت دابا ما كاين حتى شي واحد، كلشي كيمشي لديك البلاد اللي كيف قلت لكم عند بابا. وقالت لي ماما زعما حتى الليل يتجمعوا كلهم ونديروا شي عشاء مزيان. صافي نط انا درت الطاجين، ماما خرجت جابت الفاكهه وجابت شنو اخر، المهم جابت داكشي ديال الفاخر وهذا، ولكن قلت لها انا باش نديرو غير اللحم مع البرقوق. المهم هادشي في الليل، المهم تشوفوا معايا كلشي. بالنسبه للطريقه تمشي ان شاء الله الاخر يبقى، وغادي نصور لكم. بغيت نعاود لكم البنات على واحد الموقف تحطيت فيه غيقتلكم بالضحك. المهم جيت انا قلت زعما ندير شي بياج، نصور شي بياج في خويا، وندير لكم فيديو نحطو لكم. المهم البنات نكمل لكم. قلت صافي ندير لي هاد البياج غادي نخلعو، المهم غادي نحطو البنات كيف ما كان. قلت لامي ما صوريني بلا ما يعيق، قلت لي بلاتي قلت انا نجرب ديك الساعه، الا كان فيديو مهم زوين غادي. المهم تميت غاد انا شويه بديت كنتقل، هو كان تكي وشاد التليفون بحال هكا، تميت غاد بشويه وانا نطيح، عرفتوا البنات طحت على جهدي، درت باق، عرفتي دوك الضص بغيت تهرس، عرفتي والله الا تقصحت. وهو شنو دار؟ شاد التليفون ويدير ليا بحال هكا شاد. المهم انا ما تحركتش البنات، ما ديوش راه حيت الدار مربيين واحد الكلب في الزرده. ايوا قلت لكم البنات شاد التليفون، دار هو يدير ليا هكا ورجع شاد التليفون. ما عاد زعما عنده هانيه، وحتى شي واحد حتى شي واحد متسوق اليوم، شطحت واش سخفت واش سكت علما شبهتني. صافي نط كملت تعظيماتي ونط البنات، غادي ندير ما كتابش. وبهاد المناسبة البنات الما تا هي بغات تسجل فيديو. سكتي يلا فضيحة، ما غاديش تسكت. المهم البنات قولوا لي شي تحدي او لا شي بياج، يعني شي هذا نديرو في خويا ولا نديرو في اختي اميمة، هذيك بعدا دغيا تتيق، قولوها لي في الكومونتيرات البنات الا بغيتو شي فيديو زوين. صافي، والمهم راه غادي نديرو واحد الفيديو انا اميمة، شحال كتعرفني اختي كثر. خليو لي الاسئله اللي بغيتو تطرحوا عليها، والله البنات ما غادي نقول لها حتى شي حاجه. المهم خليو لي الاسئله ديالكم اللي غادي تطرحوا عليها باش تشوفوا شحال كتبغيني اكثر، شحال كتعرفني اكثر. المهم البنات انتم تكملوا معايا العشيه، وكنعتذر على الما، ما عرفتش شكون، ما عرفتش شنو شافت، واقيلا شافت شي كلب اخر. صافي البنات، كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم يا ربي. والقوتي ديالنا انا وماما بقينا انا ويا كلشي كيخرج اتاي من هنا. شوفوا البنات هاد غريبه تبارك الله كيفاش كتجي هانتوما رطبه، شفتوا ديري لي ماما هادين له والزيتون فرماج. المهم قلتي عادي، مال ديما ماما الفاكهه مخلطه خبيز حرش، وراجلي ولوسي خارجين. يلا البنات بصحه القوتي ديالكم،
ونرجع معكم ان شاء الله في العشاء. ماما اليوم دير لنا واحد الوصفه مغربيه، ولكن الصراحه ما نحطش، ما غاديش ندير لكم التقرير من الاول، غير تزيين وصافي. احنا دابا في الدار، جينا عند ماما جبناها معانا. انا نوريكم الطريقه باش كتقاد، باش كتزين هكا اللحم. وريني ماما اش غتلوحي؟ علاش اقسم لك بالله يلا اكل وريني. والله ولحشيني الا ما نخليها. انا نعوب والمرقوق والله يتغلوك اقسم بالله. عندك روحي صافي كتفندو بحال هكا عادي. اها لبسي على راسي يلا ولينا على هاد العطب التقني. هانتوما صافي كتبدا تفندو بحال هكا. من الاخر غادي نوريكم ان شاء الله ملي تحط هذا الدجاج اللحم غادي نوريكم كيفاش غادي تستف. شوفوا الصراحه البنات كنحاول نكون بحال ماما ولكن ديما تتفوتني. انا واخا هكاك عندي البنه ولكن شنو هو زعما الزواق ما عنديش معاه بزاف باش نجيكم نيشان. انا بلديه كنجي ونحط. نتهدو الصراحه اللي لقيتوهم زوينين بالنسبه للفريت ولا شي حاجه اخرى. المهم دابا غادي نقادوهم. المهم نتوما ضروري تشوفوا زعما هاد الشيء بلاتي. ها هي ماما دابا تتقاد. شوف تيبانش تيبانش هذا المهم متى تقعد. هادشي المهم ممكن تقادو بالمشماش. المهم راه مالفه كدير اللوز، انا ما دارت لا لوز لا والو. والله الشكل النهائي تما ولا كنت مسافره معايا. هادشي هي كانت ضيفه هادشي. تبارك الله عليك. والبيض ما ديرش؟ لا 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 يلا ديري نشوف. واه جا زوين. ها نتوما دارت لي البيض. المهم خليتهاش تزيد اللوز. ودابا نحط لكم الشكل النهائي في لاطابل ونرجع لكم. السفة بالروز. المهم البنات هذا الشيء دابا نديرو لكم ان شاء الله من بعد. درت مع الزبده والزبيب ياك السنيده ولا السكر بلاصي بحال بحال. المهم تكملوا نوريكم الشكل النهائي ديالها. سير الله يعطيك الصحه الوالده. واش غنقلق بحالك حتى انا تنقول عليهم حتى من الكيكه نهبطها بيدي.
تزوقش وعادي جاتي على دردري خليت البريوم دردر فوق راسي وداك الجير مهم البنات كنظن ان الفيديو سهل شفتو الدراري تبارك الله ما شاء الله هذوك صحاب نبيل وقبل ما نصورهم راني سولتهم واش واخا نبينهم قال لي ماشي مشكل من هاد البلاصه زعما الا شاف شي واحد موهبه ديالهم ما شاء الله عندهم صوت رائع وشفتو البنات راه باقيين على الصغار تبارك الله عليهم اللي شافهم زعما وعرف عندهم ديك الموهبه اللي عندهم باش يعاونهم هكا ويزيد منهم القدام ولا مهم نتوما راكم عارفين صراحه بحال هاد المواهب انا كيعجبوني كنبغي نشجعهم المهم نهارنا بدا عادي سهل بالنشاط كانوا غير دايزين عيطنا ليهم وهذا نشطوا معنا غنوا معنا و راجلي ولوسي مشاو وكنتمنى البنات اليوم الفيديو يعجبكم واخا ماشي مفيد بزاف حيت قلت لكم راه غادي نشارك معكم غير الايام العاديه عند ماما راه ماما اللي كتنوض طيب حيت عارفاني انا ماكلتي ما كتعجبنيش كدير لينا العكس في الدار يا نار داكي دارك اختي تجي حنا تطلق علينا عزك ماما كتقول لي تكاي خدي راحتك وانا نطيب لبنتي اللي تشهات واش جدي ماما غيحطوا لك الاسئله باش نشوفوا واش كتعرفي اختك ما كنعرفك جاتي شفتي البنات المهم اللي طرحتوا عليا الاسئله في المنتدى قلتوا لي الالوان اللي كتبغيو الاكل اجي بعدا عارف الاكله اللي كنبغي لا بلعمة المهم البنات انتظروا الفيديو الجاي اوكي دابا اللي ما عرفتيش كتمشي تسول ماما انا ماما حلفت عليها والله ماما المهم البنات انتظروا الفيديو الجاي غادي يكون غيكون رائع بزاف بزاف غادي حيت هاد المسخوطه هادي ديما كتقفرها صافي وكنتمنى تحطوا لايك الا ما حطيتوش لايك خرجوا صافي بلا ما ديروا لي ديزلايك حيت والله البنات ما كنشوف لي ديزلايك كنشوف لي لايك اكثر من لي ديزلايك وكنقول لكم راه كنبغيكم بزاف بزاف وكنموت عليكم